ليلتكم سعيدة. ما تصدقوش أبدا ومش حقيقي على الإطلاق إن الحياة ما بتديش فرصة تانية. الحياة بتدي فرصة تانية وتالتة ورابعة، كل يوم وكل ثانية وكل لحظة، كل طلعة شمس فرصة تانية، كل نفس داخل صدرك فرصة تانية. فرص كتير جدا بتمر علينا، بس ممكن للأسف أحيانا ما بنشوفش الفرص دي، وممكن أحيانا نشوفها بس ما نعرفش نستغلها. يعني ممكن تكون في فرص فارقة جدا في حياة الإنسان تنقله من النقيض للنقيض، لكن أوقات ما بياخدش باله منها، خصوصا إن كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش، كلنا تحت الضعف وكلنا ممكن نقع. سهل جدا الإنسان يقع، لكن الصعب إنه يعرف من أين سقط علشان يقدر يقف. علشان يقدر يقف وعلشان يشوف الفرصة اللي ممكن تغير حياته، محتاج الإرادة الإرادة الإرادة. الإرادة هي رجليك اللي بتشيلك علشان تقف على حيلك، هي الوعي اللي بيخش دماغك عشان تشوف الفرصة التانية وتعرف تستغلها. حفرة بيقع فيها كتير من شبابنا، بتاخدهم وتقع بيهم في دوامة بحجة التجربة، هجرب، مش هيحصل حاجة، ظروفي، عندي مشاكل، كلها حجج وهية، توقعهم في قلب حفرة، حفرة آخرها دوامة تفضل تلف، لفة تاخد صحتك، لفة تاخد أحلامك، لفة تاخد كل طموحاتك، لفة تاخد عيلتك، أصحابك، لفة تحولك لمجرم، ممكن تسرق علشان تحصل على المخدر. حفرة المخدرات. المخدرات خطر بيواجه شبابنا، شبابنا اللي هو أحلامنا، اللي هو شقة عمرنا، اللي هو بكرة بتاعنا، اللي مستقبلنا، مستقبل بلدنا. ومهما كانت النصيحة مخلصة، من غير ما عينك تشوف ودنك تسمع تجربة حد وقع جوه الحفرة ومشي جوه الدوامة وكان هيضيع بس قدر يقف على رجليه، مش هتصدق. عشان كده النهاردة وعشان خاطر كل شبابنا اللي ممكن يواجه خطر زي ده، هيكون معانا شاب ملهم جدا وقع في الحفرة دي وقدر ان يخرج ويقف على رجليه ويشتغل ويتعافى وينجح. مش بس كده، تخد حياته من النقيض للنقيض وتحول لمدرب حياة بيساعد الشباب اللي وقع في نفس الحفرة انهم يتجاوزوا، وبيساعدهم انهم يكتشفوا ايه اللي في ذاتهم علشان يحققوا احلامهم. هيكون معانا مينا حنين، رحلة طويلة جدا وسيلة مواصلاته الوحيدة فيها كانت الارادة. كمان هيكون معانا فقرة تانية مع الاستاذ ايمن مصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف. خلونا نشوف معاه الحروب اللي بيعملوها الإخوان عبر منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان علشان ينالوا من الدولة المصرية، وإيه الآليات اللي ممكن نكون بنقوم بها علشان نواجه الحروب الخفية دي. أتمنى أن أنتوا تتابعونا.